احييكم عبر شاشه تلفزيون لبنان ورح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات معقول هنا. اهلا وسهلا فيك هدى، كيفك اليوم؟ اليوم انا وهدى رح نحضر الجلاب، رح نعلمكم كيف بيتحضر الجلاب على اصوله. اليوم صار في كثير شركات بتساوي الجلاب وبتحطه، كل واحد بيساوي على طريقته، في بيساوي على اصوله، في شيء بيحله وصبغات ونكهات، وفي طرق عديده لإله. اما الصنف الاساسي اليوم عندنا يخنه اللحم بالكاري، يخنه اللحم بالكاري اللي هو الصنف الاساسي لنا، يلي هو بيحتوي بالاول على بصل خشن بنفرمه بنقليه مع شقفه زبده، ثوم، كرات، فينا بلا ثوم، بعدين لوبيا، جزر، كوسه، بطاطا، تفاح، موز، بوده الكاري، ماي وملح وبهار ابيض. بيتساوى رز مفلفل حد منهم مع زبيب وكركم يلي هو بيتقدم مع لحم بالكاري. وفينا نستعمل لحم الضاني، لحم الغنم، او لحم العجل، لحم البقر. اما بالنسبه للجلاب، الجلاب بدنا نسويه على اصوله، 250 جرام زبيب، بس بيكون الزبيب لازم يكون منقوع بالماء قبل 6 ل 8 ساعات. انا اليوم مش ناقل، اعلمكم كيف بطحنوا على الناعم، او من بعد ما اطحنوا بنقعوا بالماء 2 صح. 250 جرام دبس العنب يفضل، و250 جرام سكر. بينضاف لهم 2750 ديسيلتر ماي بحدود 3 لتر، مع نص كباية موارد أو ربع كباية حسب نوع الموارد، واليوم رح نستعمل موارد من يمامة، مع فحمي وبخور، صبغة حمراء وصبغة سوداء. عادة الصبغة السوداء في استعيض عنها عن الصبغة الحمراء، في حال مش استعيض، استعملها او اصنعها بالبيت، وهلا يعلمكم بواسطه السكر المحروق. وبناخذ اتصال. الو الو، بونسوار. بونسوارين، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك شيف، كيف صحتك؟ رمضان كريم. وعليك يا رب. تسلمي تسلمي، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال. مين بتول؟ اكيد اول شيء كانك معرفتنا. ايه ما عرفتك بالاول، كيفك يا بتول؟ الحمد لله بخير. ماشي الحال؟ ما انا صرت تعرفني يعني. ايه الصوت بعرف، بس اليوم هيك شوي مغير، يا بيكون من عنا او بيكون من عندك او بيكون من صوتك. عفوا. شو بساعدك يا بتول؟ منيح. انت عاملي شو مالك جلاب بالبيت؟ لا بس كثير بحبه. يلا اليوم بتتعلميه، بتصير تساوي جلاب بالبيت بدون ما تشتريه خالص. ايه انا مره فكرت اطلبه منك، كثير بحبه لدرجه بحبه غير شهر رمضان كمان. يلا تكرم عيونك. شايف بدي اخذ منك طريقه البيتزا، البيتزا هيدا البيتزا بيراني. ايه تكرم عيونك. وفيني بس سكر تعطيني اياها؟ يلا تكرمي لو سمحت، بس ما تنسى باخر الوقت. لا تكرمي اوقات لانه عم تنسى او بتنشغل. مش يعني بنسى، بيكون في ضغط، عم نساوي ثلاث اصناف بفرق 50 دقيقة، ما في اشي بدنا نشرحها، يعني ما في انا دغري طبق بدون ما اشرح، بيهمني كمان الناس يلي عم تشوفني لتعرف كيف الاكلة عم تحضرها. صح. اوقات حتى للعالم عم بتقول يعني، كن مشغول. لا يلا تكرمي بتول، بس ذكر اللي بيتزا الفيراني. تكرمي، اهلا وسهلا فيك. يلا حطي شقفة الزبدة، حطيتي، يلا هي البصل. لكن اليوم رح نقول انه رح نعمل جلاب ولحم بالكاري، بنفرم له بصل خشن، يعني هاي منيحه للشخص اللي ما بيعرف يفرم بصل. وبناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور. يعطيك العافيه كيف انت؟ الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم. بدي اسالك كيف انطوان الكراث والكراب. نعم. الشوربه بتحط الغصن من فوق واللي كله الحبه، ولا بقين بس الغصن من فوق؟
لا يا أكلي لا شوربة، شوربة الخضرة. شربت الخضرة؟ لا الورق ما بتستعمليه. الكرافس والكرات. الكرافس والكرات، الكرات بتستعمل كله. ايه الكرات. بس الكرافس الورق ما بتستعمليهم معه. بتستعملي العنب. بس بتيني حط للزفرة للفروز للحم للعرق. العرق لا بينحط بالشي السايل بالماي فوق. فروج بس مش بالفرن. يعني كل شيء على سلق على النار فوق فينا نحط معه العرق يلي هو الورق. اما بالفرن وكل شيء ناشف بنحط معه الضلع. طيب فيني فرزهم شيء؟ ايه بيتفرزوا. طيب اذا سمحت ممكن تعطيني بس طريقة شوربة الخضرة مع صلصة البندورة؟ تكرم عيونك. يلا ناطرة اذا سمحت. تكرمي. يلا. هاي البصل مبحبح منضيفه وخشن للحم بالكاري. منضيف مع الكرات. وشاف بدك مرق للبيبروني لبتول. يلا اول شيء العجينة. كل كيلو طحين بده بكاية زبدة ونص كباية زيت نباتي. خميرة البيرة ملعقتين صغار. سكر ملعقة وحدة. فينا نستعمل بلا سكر بس ملعقة وحدة بيمشي الحال. هالكرات بينضاف فوقهم. بتحطي ملح ملعقة صغيرة ونص مش معلم كتير على الآخر. وتفركيهم مع بعضهم وآخر شي بتحطي لهم شوية مي وبتعجنيهم وبتغطيها وبتتركيهم على النار مغطيين حوالي الساعة. ناخد اتصال وبنكفي. ألو. ألو بونجور. بونجورين. كيفك شيف أنطوان؟ ماشي الحال يا أهلا وسهلا. بدي عزبك بدي أسألك عن شراب المشمش هيدا النقوع بقلولو. نعم. عند القمردين بدي أعرف المعدل كيف الطريقة. كل 250 جرام قمر الدين. اي نعم. تنقعيهم بلتر ماي. ايه. لمدة 8 ساعات وبكونوا مقطع قمر الدين. اي نعم. من بعدها بتدعكيهم مزبوط بايدك او بآلة كهربائية. ايه. بعدين بتصفيهم بكيس. مثل هذا الكيس اللي بدي صفي فيه انا هلا الجلاب. هالكيس كل شخص بده اياه اذا بنساوي جلاب او قمر الدين او عم نساوي كبة اللقطين ما بتزبط الا بهالكيس. دبس شراب الرمان. يعني كل هالاشياء بدنا كيس مثل كيس اللبنة منعصر فيه. هلا رح تشوفوا كيف بعصر فيه. وهذا الكيس اللي ما عنده اياه وبده اياه في ياخده على من 01-88-0001. تكرم عيوني. ميرسي كثير. بخاطرك. اهلا وسهلا فيكي. ناخذ كمان اتصال. الو. الو. الو بونجور. 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 بدي اسالك من فضلك. نعم. انت بتريد زهر الليمون كيف بيعملوه لحتى يضلوا هيك جامي؟ شو هو؟ زهر الليمون البطاط. زهر الليمون. ايه. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. اول شيء بدك تقطفي الزهر من البصفير من ليمون البصفير وما تقطفيه من فرد شجرة. من كل شجرة شوي هيك بتحمل سمرتها أكبر بتصير. تكوني خففتي عنها. بعدين بتنقيهم مزبوط. بتنقعيهم بالماي لمدة شو 3 ساعات. بعدين بتسلقيهم 7 دقايق بماي مغلية على النار مع ملعقة سكر. ترجع بتشيليهم بتبرديهم. بيرجعوا بينقعوا 12 ساعة بالماي وبتتغير ميتهم. بعدين بينحط على النار. لنفترض عندي كيلو زهر بتحطي كيلو ربع سكر بتحطي
تحطي معهم كباية مي، تحطيهم على النار، تحطي معهم شوية صبغة حمراء، وبتضيفي الزهر عليهم، تغليهم على النار ساعة وربع، شوية حامض الليمون بالأخير أو عصير حامض، وبيطلع عندك زهر الليمون. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش من هاو خليني بلش شوي بالجلاب. أنا تبولي شوي يلا، بس بدي تقلوا اللحمة وتستوي شوي. هون عندي زبيب، عم نحكي هلا بالجلاب. حط زبيب وبطحنه وفي انقعه 12 ساعة وارجع كمان طفي. حط معهم قليل من المي كمان، برجع شوي قليل من المي. هاي المي بتدخل بالعياد يلي هن 2750 ديسيليتر او 3 لتر. يلا نرجع لهون. منقلي اللحمة مع البصل مع الكرات مع فليفلي حبي، واذا مش متوفر فليفلي ما بيأثر. الجزرة شوف من وين ناصحة، بقطعها بهالشكل وبرجع هيك. وهون محل الرفيعة بهالشكل. شايف عملنا العجينة تبع البيتزا، هلا في الحشو صلصة. فيكي جيبي صلصة من مط يلي كنا عم نشتغل فيها خالصة في بلا البيتزا منها، ومع الحبق بتطلع معك هي زيتها البيبروني. هلا أهم شيء إذا بدك تسويها أنت على إيدك بدك تعملي بصلة، ثوم، زيت زيتون، بيتقلوا على النار، بتجيبي بندورة بتغسليها، نزليها بمي مغلية وبتقشريها، بتعصري منها البزر، بتفرميهم على الآلة الكهربائية، وبعدين بتضيفيهم فوقها. البزر الموجود عندنا بترجعي بتصفيه، ما بيسوى ننزله مع البزر، يعني هيك محبز، بس انه مش معناتها بيضر اذا ينزل مع البزر. يلا هون حطي لي برجة الكاري بالاول. ترجع بتحطي معها حبق وبتشيليها. هلا شلتي الصوص على جنب، بتضيفي عليها زعتر، زيتون اسود مفروم، بتجيبي العجينة بتمديها، بتحطيها على صينية، بتحطي شوي من هالصوص عليها، بتفوتيها على الفرن شو 7 دقايق، بتشيليها، بتحشيها بالبيبروني، بتحطي عليها جبنة، بتحطي عليها زيتون، بتحطي عليها فلايفلي على الوج، بترجعي تخبزيها وبيطلع عندي أطيب البيتزا. كيف ريحة الكاري؟ ايه أكيد ريحة غير شكل. يا ضيفي الجزر. يا يلا ضيفي اللوبيا ومناخد اتصال. الو، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. بدي اعزبك بس بدي منك طريقة تحضير المعلوم بالمكونات، معمول بالجوزي. ايه تكرم عينك. شو انواع السميد المستعملة وشو انواع السمنة؟ اوكي، تستعمل
كيلو سميد، نص كيلو طحين فرخة، 600 جرام سمنة وزبدة مع بعضهم، نص كباية من السكر، تفركهم مزبوط مع بعضهم وبترجع بتضيف خميرة، بتضيف لهم 3/4 ملعقة صغيرة، بتضيف لهم مظاهر 3 ملاعق موارد نص كوب، وبيطلع عندك عجينة المعمول. جوز بتجيب 600 لهي الكمية، بتجيب 650 جرام جوز، ضيف عليهم 350 سكر، فروم الجوز يضلوا شوي خشن، ضيف عليه شوية مظهر شوية موار، وما تخليه يرخي كتير، وبتطلع عندك الحشو. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. كمان ناخد اتصال. ألو ألو بونجور. ألو يا ألو شيف أنطواج، شيف الموسوعة. تسلمي يا شيف الموسوعة. أنت بخاطرك بخاطرك. أهلا وسهلا. ولو ما صدقناش على الله علق هالخط، مش معقول. المحبين مثلك كتار. الو يا شيف انطوان، يا شيف الموسوعه. انا ما بريد اقول لك شيف انطوان، شيف الموسوعه. تسلمي تسلمي. شو بساعدك مدام؟ حطينا تفاح هون مدام. شيف انطوان معك مدام. نعتذر منك انقطع الخط. بنجيب موز 2 او وحده صومالي حسب ما انتم تتوفقوا. نفرمهم بهالشكل. حطينا تفاحة هون ولا عم حط موزي موزتين. هوري بيعطوها تختير لهالأكلة وبتطلع طيبة. هون بضيف بالأول الزبيب للرز يلي بنسويه، عم تسويه هدى مع الكاري، لحم بالكاري. بضرب شوي، برجع الزبيب، كمان شوية ماي، برجع بقول نحن من ضمن العيار. هلا بس يكون الزبيب منقوع قبل 6 ساعات او 12 ساعة دغري بينطحن معنا وبصير بسهولة. قلبي لي اياهم شوي. البطاطا نقطعها بهالشكل، وفينا نحط معها لقطين، يعني هاي الأكلة بروح مع اللقطين. بس هلا أنا حرام نجيب فيه لقطين، أنا ما بكذب عليكم، بس بدي شوي صغيرة. ما بيبيعونا غير شقفة كبيرة يعني، أو الراس الكبير حقه حوالي 12-15 ألف، حرام نستعمله لناخد منه شوي صغيرة. أنا صريح. بعد في عنا بالجنينة. يلا هوني وبناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان. نعم يعطيك العافيه. الله يعافيكي. معك مدام غنام علي. اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك سؤال. انا بعمل مناقيش على طول، بس بيطلعوا يابسين، ليه ما بعرف، ما بدلهم طرايا. شو عم كيف عم تساوي العجينه؟ فيك تقولي لي؟ لا بعمل مثلا كيلو طحين، 3/4 كوبايه زيت، ملعقة خميرة، ملعقة صغيرة سكر، ملعقتين حليب، وبهجنهم
يطلع منيح منيح ومثل الرغبة بخبزهم. حليب ما بده. بخلي الفرن كتير حامي يعني. حليب ما بده حليب. بدون حليب؟ ما بده حليب نعم. وقلتي لي وقلتي لي بالاخير في شيء زيتي ولا الزيت، شو هو زيتي ولا الزيت؟ ما سمعت. كانت عم تنزل زيت وخميره وملعقه صغيره سكر. هو اوكي مزبوطين. ايه بس بحط حليب اوقات. حليب لا ما بدها. وزيت استعملي نص كبايه بس مش ثلاث ارباع. اوكي شكرا كثير لك. تكرمي. يعطيك العافيه. بخاطرك تسلمي. هي الكوسة. الكوسة مش هضيفه هلا لأنه بيستوي بكير. مقطع 9 دقايق بيستوي. خلي يستوي اللحم واللوبي والجزر والبطاطا وبعدين بنضيفه. اللحم الجيبة أنا طرية منا. حطي الكركم على الرز. الرز حطيتي ماي مغلية أكيد. اللي لي هالسؤال مش لازم نسأل بقى. يلا بدي ملعقة مغلية. ممكن نحط ملح هون؟ حطي ملح هون كمان فرد مرة وبهار أبيض. لا كتير كتير. يلا نص نص نص. ونضيف ماء مغلية للرز ونخليه على نار قوية ليغلي بعدين نار خفيفة نتوقف عم حتى علنية ومنتابع حلقتنا أنا وست هدى عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. هون عنا لحم بالكاري رح تبلش تغلي. بس تغلي دغري بنوّس النار عليها هيك على طول. قولوا للشيف أنطوان كمان الرز منوصين عليه. يلا هلا شوفوا هون شو عندي. هون عندي زبيب زبيب مطحون مع مي لانه مش منقوع. اما لو منقوع كمان بالمي بينطحن بسرعه اكثر. بدك جات ازاز شاف ولا بلاستيك؟ بنجيبهم ازاز ولا بلاستيك؟ هلا لما يمشي هيك كمان. يا بدك واحد ترانسبيران. لحظه شوفوا كيف بدي اشتغل. برجع بقول تحضير الجلاب. ناس كتير حلمهم يتعلموا كيف بنساوي الجلاب. بشتغل بهي برجع بصفينا على هيدا. شوفوا كيف رح يصير عملية الشغل. حط هون الزبيب المطحون مع المي اللي اصلا لازم يكون منقوع. اصلا لازم يكون منقوع اقل شيء 6 ساعات. اقل شيء 6 ساعات. هي زيتها يعني هلا هي زيتها بتقول؟ انا بالنسبه لي ليه هلا بضل هذيك شوي اعطيها بس انا عم بعرف اشتغلهم بس يعني إيه مثلا ما كانوا يتطحنوا معي بس تحط لهم شوي شوي مي صاروا يمشوا. بس هتقول اطيب ليه؟ ما هي زيتها الزبيب والمي بس بكونوا حلوا اكثر. ايه اوكي. السكر كمان 250 ودبس العنب او دبس الخرنوب 250. اعطينا من اللي معروف الجاتو ماي. شايف يعني الجلاب ما بنصح فيه زبيب وسكر ودبس و معقولة ما ينصح؟ وين بدي روحوا؟ لا بس حاولي انتبهي عم يروحوا على 2750 دسي لتر ماي. يلا حطي لي الماي فوقهم. حطي 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 هيدا كل كله كله نزلي
بعنا ضمن العيار. اه بدنا كان نزلي نزلي وحركي. ايه بس حركي ومناخد اتصال. الو مرحبا. مرحبتين، كيفك شيف؟ منيح كتر خير. الله، مين معي؟ ايه معك نغم. نغم؟ ايه اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك عن المفروك المنت اللي بيجي على وزة سكر بودرة. مفروكي ني مع قلوبات. ايه لوز، فستق حلبي، كاجو، جوز، شو بدك قلوبات فيك تحطي؟ اوكي تخلطيهم مع زبدة او سمنة، يفضل سمنة على النار. تفركيهم بايديك بدون كفوف شان يسخنوا، بتشيليهم تكوني حاطة معهم سكر عادي او سكر بودرة. بتضيفيلهم شوية مظاهر وموارد. اوكي واخر شيء بتسكبيهم بجاط وبتحطي على وجههم سكر بودرة. اه انت بكتابك حاطط انه بنحط على العين كريمة مع حليب. فيكي تعملي كريمة مع حليب، فيكي تعملي عدة اشياء. اه طيب ماشي كتير تكرمي. يلا بدك تلويني قبل. هلا صار عندي هون 2750 دسي لتر ماي بحدود 3 لتر، حاطين معهم 250 جرام دبس الرمان، عفوا دبس العنب او دبس الخرنوب، 250 جرام سكر و250 جرام زبيب، بيكونوا منوعين بنفس عيار كمية الماي يلي عنا اياها. منحط موارد لإلهم من يمامة، الجلاب بحب الموارد، نص كباية. بدي لونهم هلا، يحصفيهم قبل لفرجيكم. إذا ما تلونوا ما بنعرفهم جلاب، ليصير جلاب بدنا نكونوا عنا بلون اللي بنعرفه الجلاب. يعني إذا أنا واحد جاب لي كاسة من هالنوع وقال لي تفضل يا شيف أنطوان هيدي جلاب، بقول بيني وبين نفسي عم يضحك علي منا جلاب. حطي حطي بسرعة. لا تشيلي ما بيسوى بالآخر بنكت. حطي حطي شيلي عبيها الكبشة هدى. ايه نغفر هون عم يتصفوا بالكيس، وهيدا الكيس ضروري يكون عنا اياه للجلاب. وبرجع بقلكن في منه بسد البوشرية، تليفون 01-88-0001، حقه 5000 ليرة يا بلاش. كمان أحسن شي لكبة اللقطين، ما بيزبط بلاها. من بعد ما تخلصوا تشتغلوا فيه بك تغسلوا تصوبنوا تشطفوا وتنشروا، لأنه ما بيسوى يضل على بعضه بيخمخن. يلا فينا تنزلهم كلهم؟ هلا صار فيك تنزل. سوري. يلا نلبس كفوف أو بيتغسلوا إيدينا مزبوط، بيتعلق وبيتساوى بهالشكل لينزلوا صافي. ليلي بعد الفحم. شفتوا كلهم نزلوا، ضلوا شي بسيط. وزبيب هو زبيب أشلميش. شو يعني أشلميش؟ يعني بلا بزر. بلا بزر نعم نعم. لك صحن صغير. هلا شوفوا شو بعمل. بخاف هون انه حط الصحن وحط الفحمة تجي الفحمة على الشقفة. هلا قابل يحلون بصبغة. وين الكبشة؟ الكبشة هون. منحط
صبغة حمراء هذا اللي عم بيعطيه لون الجلاب ما هيك شايف؟ نعم. صبغة أكل موجود منها حطي لي صبغة سوداء نص سكر فيها نحرقها تعطيه غماق للون بعد حطهم كلهم هلا وقت البي ايه حطي هلا وقت اللي بياخذوا صبغه سوداء معناتها انه بيكون السكر مش محروق منيح على الاخر برجع حط شوي هون لننقص الكميه برجع بهالوعي او بهالوعي البدي اياه في حط خلي شوي منه وكلهم بالساعه زحيلي هو شوي بالرأي شوفوا شو بدي اساوي قدامكم هنا الصحن بنحط الفحمة على صحن حطي لي هون بنحط عليها بخور وبنحط الصحن مثل شخطورة شايفين كيف؟ حطي حطي تخافيش حطي 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 شوي تاني؟ بعد شوي نتف يلا طلع البخور هاي البخور شايفتوه كيف عم يتصاعد هاي الدخان الأبيض بجيب شقفة نضيفي وبغطيها هيك بيتبخر الجلاب في بخور للجلاب يا بهالوقت افتحي لنا هون اعملي معروف حطي الكوسه بنحط نص كبايه صلصه بندوره عصير من مطي هاي بعد عنا نزليها فوقهم وبنحط شوي بنحط البازيلا يلا سكري علي والرز هون هلا نوصل النار شوفوا كيف البخور بده يطلع عندي هلا تغلغل البخور داخل شو الجلاب منجيب هي اصول تحضير الجلاب في اصول لإله بشيل الصحن بطريقه ناعمه ببطل بدي انا هون بطفيها للفحمه برجع منجيب بريق لحظة رح جيب لك بعد شي شاف لحظة جيبي لي الكبايات في كبايات عندي قبل بالتلج قبل التلج منجيب لوز او صنوبر اصولا صنوبر انا صريح بس صار صنوبر غالي فينا نستعيد عنه بلوز مقطع تلج وإذا ما كان مسقع الجلاب منه طيب برجع بقلكم انتبهوا يعني في شغلات لازم تعرفوها بده يكون مسقع الجلاب لفينا ناكله طيب برجع بجيب بدك تحط هاي وحده تطر الشام دغري هلا الكفوف لو بتعرف ليه جبتها
عجبك شكله؟ ايه. يا منضيف جلاب على الكبايات. ومنقدمه بهالشكل. هيدا عادة بينشرب قبل الإفطار هلأ برمضان. بينشرب قبل الإفطار. منشان هيك جلاب بغذي لأنه في السكر سريع الاحتراق. في دبس كمان ورا منه. وفي البطيء زوم الزبيب. هيدا بدك تحط فيه. هلأ إذا بده يتغمق شوي اللون بتزيدوا الصبغة السوداء شوي او بس نحرق سكر. هلا بفرجيكم كيف. جيبيلي بس شوية سكر من المعروف. بنغمقه على النار بنخلي يطلع السكر. وهيدا هو الجلاب. يتقدم وبنحط معه على طول لوز او صنوبر معه. تبولي شوي. حطي لي ملعقة وحدة. ملعقة وحدة. خي هي. شوفوا قديش حطيت السكر. بدي أعلمكم كيف بنساوي الصبغة السوداء. بنحطها على النار. وبصير حركها بملعقة. بدكم إياها خشبية أو عادي. بدون شيء. بدون ما نحط ما على مي ولا شيء. ايه شو كنا بدك نشاف يعني بدك تحرق السكر بدك تحطها بالجلاب. ايه. هلا عطى لون بس نحن جبناها خالصه ليغمق يعني. يعني العملها منه مغمق اللون يعني حطيناهم كانوا لازم يكونوا كافيين ليعطيها إيه. اللون الغامق. ايه بس حلو لونه. انا حبيته كمان. بس عم نعلمه للناس. بحب اعلم انا. بدها شوي صغيره. قلبي تخلص. يلا نحرك حركي شو هالخضرة. لحم بالكاري بشهر كمان هيدي بهالشهر الفضيل تتقدم. يلا بدها شوي صغيرة وخلص. بلش هون يبلش يدوب السكر على النار. ولا نقطة مي حاطت معه. هلا بصيروا كراميل. بلشوا يذوبوا. ذابوا. بصير بحركهم لون سكري. هلا انا بصير ضلني حركهم على النار. وهي فيكم تسووها الصبغه وتخلوها بالبيت بتعدي 3 اشهر. الصبغه السوداء يعني فيكم تزيدوا الكميه شوي تستعملوها وتحطوها بمرتبه. عفوا وبالبراد. صار لون اشقر خفيف. كيف الرز شايف؟ بشه. في احلى من هيك رز؟ يلا سالكة. يلا هي على طول سالكة وآمنة. يلا احركي ورجعي غطي 5 دقايق احلى و3 دقايق. حول السكر للون اشقر. بدي اياه لون اسود. حبيته.
ما اقول عم شيء مش طيب انا ودا بزعلني مني. لا لا انه مش هيك انا حبيت انه خلص شو لا ما نعلم الناس نحن كيف طب كيف عملوا حبيت اللون اللون صار بشوف انه نقطه كيف تغير كمان هلا مرحلة تلوين لون الأشقر إلى بني ولو كان عملية أكبر كمان شيء بسيط بياخد فرق أكثر بس لأنه يعني تلوين هون بس أول ما يدوبوا بيطولوا أكثر هوليكي فقط لغير يلا اذا بدك بهالوقت سكيب الرز يلا كان عندي سؤال شاف من الفيسبوك يعني اذا عنا عجينه عسمليه وما بدنا نعمل فيها عسمليه شو فينا نعمل فيها بالفريزر لا ما بدنا نعمل عسمليه يعني ما نعمل شيء ثاني رسات ثانيه بهالعجينه هلا بتساوي معك كنافه فلسطينيه لونية بشوي زهر احمر ايه بتصير كنافه فلسطينيه وبتكسريها بتحطيها شوي بمجرى هواء لتروح التراوي منها بتقسى بتصير تعمليها هيك بتصير تفتفت اوكي يعني قصدك محل الفرق؟ محل عجينه الفرق نعم اه بتطلع طيبه؟ يعني بتطلع طيبه كل شيء بتحطي له سكر بتطلع طيب انا بقول لهم السكر مثل الكلمه الحلوه أو مثل البسمة بس واحد يشوف الثاني السكر بيحلي شفتي كيف؟ يلا هون عم يتغير اللون معنا وهدى عم تسكب الرز هلا ما بيسوى ضيف مي عليهم لا أعملهم صبغة طعمه صبغة بالنية شوي بدي لون أسود عشان تشتغل بالملقة الصغيرة ايه برافو شيف حبيت السؤال شو حلمي ما تحبيه لا يعني لانه بقدر اكبسهم منيح للرزات بهالفجوات الصغار هون اوكي يعني أوكي. مش انه ساقب يتقصد قصد بلش يتغير اللون عم يغمق هلا يمكن واحد يقول بلاها خي شريتها ولا تعتيرها ولا نعملها اوكي بس اوقات ما بتلاقوا صبغه سوداء كمان بالسوق انتبهوا مش بس هيك شباب ينبسطوا يعني وقت واحد يعمل شيء بالبيت ويزبط معه ايه بينبسط هلا رح نعمل الرز يا هذا الرز شيف برافو يعطيك العافية هلا رز لحم بالكير يلا فيكي كمان يلا. لحم بالكير استوى ضيف عليه الكريمة ما بينضاف له شو نص كباية كريمة وفينا بلا كريمة مش معناتها انه اذا ما في كريمة ما فينا ما بنعمله فينا بلا كريمة بالكريمة بنكسر حدية طعمة الكاري شوي هيدي بتصير الطف مثل واحد بيقول للثاني حل عني بلا ما يقول له حل عني امال معروف انا مشهور فيك تروح مثلا او بتصير حاصله او حاصله ايه الحاصله شو؟ شو؟
هي وهدى بقى تسكب لحم بالكاري، انا عم ساوي السكر ليسود. بنشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. نسكب لحم بالكاري، رح نحطهم مثل العسكر، صف العسكر. واو. بعدنا عم نخليه يسود معنا السكر، شايفين كيف عم يسود، عم ياخد لون الغامق هلأ صار. شاف اليوم الافطار كتير طيب تبعنا على طول طيب. ايه بس اليوم بكره على راري رح نساوي حلو ام علي، يلي بيهمه هالموضوع يحضر زياده او يخبر حدا بده اياه الام علي على اصولها. الام علي كتير طيب هالحلو. ايه بيتاكل فاتر وبيتاكل سخن وبيتاكل بارد. شايفين كيف عم يحترق السكر؟ عم نحضر لصبغة سوداء. فتي يلا فتي بكره فتي وام علي. لانه مش من مكان بيقدر في فته ولا وصارين هالايام بيساووا الفته مع كثير طحينه. ايه هي اصولا بلا طحينه اذا بنقطعها مثل بهالكيس او نتفه صغيره. ايه الفته وام علي بنكون خلص حضرنا. يلا بدك تحطهم بكل لون ولا بواحد؟ لا لا بوحدي بس مش هلا مش هيك بدي ذوبها بمي بعد. ايه 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 عارف بس انا بدك تحط لي وحده بس. ايه هلا هون عم بيصير اسود عم يغمق. بنكون اكيد مسكرين باب الصالون وبوت النوم، فاتحين الشباك او الاسبيراتور بالمطبخ لانه بيعطي ريحه. ايه شوي صغير يعني فنجان قهوة او اقل شوي بعد نتف يطلع اللون البنيه. هلا هني عملوه قبل شوي ضافوا المي يلا اعطونا اياه هون الصبغة بس نعلم مزبوط. حطي شوي. اوكي عقد نص فنجان قهوة. اوكي بعد هاي مش نص نص شفي هاو بعد فنجاننا اصغر من فنجانكم شاف. بنحطن معهم نخليه يحلوا هيك بعد نتفه صغيره.
بحلوا بصيروا معنا صبغه. هاي الصبغه، هاي الصبغه السوداء، وهي فينا نحفظها 3 شهور. ثلاث شهور، شو بصيروا؟ سكر على الحل والماي اللي صاروا دب. هلا نطفي النار، جيبي ملعقة أقل. ليك شايف هيدا جلاب، جلاب صافي ماد اللي بلا. طيب يلا جاي حطي شوي بعد هون، بعد أول وحدة شوي. ايه أول وحدة بيني لون. ست هدى أنا بشكرك على معاونتك على الطبقين الحلوين يلي سوينا فيهم الجلاب ولحم بالكاري. الجلاب هيدا أصوله، الموارد نكهته من يمامة كتير طيبة ومميزة. سوى الجلاب وفينا نسويه بهدي بالبراد 3 أيام يلي لازم نسويه قبل. على طول بيتقدم معه التلج المكسر، لأنه يعني إذا واحد ليرغبه ويشربه بده يكون مسقع الجلاب، مشان التلج هو أساس وعنصر أساسي فيه. والتلوينتين يلي هي الحمراء والسوداء يلي كمان استعملناهن، وعنا التبخير يلي هو كتير مهم لإله. بشكرك هدى، بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، وبشوفكم بحلقات جديدة، وبقلكم باي باي.